السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي بخديجة خديجة. أرحب بالجميع أي مشاهد أو مشاهدة اللي التحقوا بالقناة نتاعي وتيشوفوا لأول مرة هذه الفيديو، كنقول مرحبا بكم. ما عليكم إلا عجبكم محتوى الفيديو أو محتوى القناة، ما عليكم إلا تضغطوا على صابوني وعلى الجرس باش توصلوا كل جديد من القناة. إذا تنقول لكم فرجة ممتعة وإلى فيديو مقبل بحول الله. هنا البنات ديراكتوم من بعد الفطور دزت تنوجد في العجين بالنسبة للخبز، ودرت هنا الدقيق فرص وهذا الفينو مع الملح والخميرة وقليل من السنيدة صافي. ولكن في الآخر البنات من بعد ما درت الخبز درت المخمرات صافي. هنا العجينة نتاعي صافي هي تتعجن، اللي ضفت ليها الماء بشوية بشوية تكون الماء دافي وصافي، وتمن بان ان شاء الله نتلاقاو. هنا البنات هضحكوا عليا، ولكن شكون اللي بحالي تقولها ليا في الكومنتار. هنايا في الاول كنت بغيت ندير خبيزات، من بعد قلت بدلت وقلت ندير مخمرات، ولكن البنات جاو روعة ما شهيتكم فيهم. وعلى هذا هنايا هذه الصغيره البنات هانتوما تشوفوا شكون اللي بحالي باقا تيدير هذيك الكريسات صافي. هنايا شتيو كيف دايره العجينه، مدلوكه مزيان وخليتها حتى ترتاحت مزيان، وفرغت منها الهواء اللي كان فيها، من بعد كورتهم وخليت مرتاحوا ثانيه وقرصتهم. كما تلاحظوا درت ربعه ديال مخمرات ديال الخبز، ودرت هذيك القريصه اللي لولدي ان شاء الله. صافي هنايا من طابو المخمرات نتاعنا ان شاء الله ان شاء الله، ونساليهم ندوز باش ندير واحد وصفه الغداء اللي ساهله 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 ومفيده للصحه باذن الله. اذا بقاو معايا ما تمشوا فين. انا بالنسبه لبنات الغداء اللي كما قلت لكم هنا درت العدس اللي غسلته. هنا البنات ما نقدرش نقول لكم المقدار واش 500 غرام او قل منه، دونك راه هو قل من 500 غرام. اللي ضفت له الثوم وفصوص ديال الثوم البنات، ما دقيتو لا ما دقيتوش وما حكيتوش، خليته هكاك. ودرت حبه ديال البصله وحبه ديال المطيشه، اللي ضفت ليها الملح نص ملعقه الملح تبقى على حسب الذوق، والفلفل الاسود نص ملعقه صغيره، ونص ملعقه صغيره ديال السكنجبير، وتقريبا ملعقه غير مملوءه ديال صغيره ديال الخرقوم. كذلك نضيفوا قزور معدنوس، انا ما موفرش عندي هكاك في خي، درت اليابس. وكذلك نضيف راس المعلقه ديال هذه هنا الملحه البنات، كما قلت لكم تبقى على حسب الذوق. وهنا تضيفوا تقريبا نص كاس او قل من نص كاس ديال زيت الزيتون. يمكن لكم تعود ديروهم زيت الزيتون والزيت النباتيه عندكم الاختيار. وهنا راس معلقه ديال صغيره ديال الكمون وصافي. هادو هما المكونات اللي كاينين. الا بغيتي ديري شويه ديال الحار يمكن لك ديريه. هنا الفلفل الحلو الشونيه او التحميره صافي، هادشي اللي كاين. ونحطو فوق النار ونخليه تقريبا من تصفر الكوكوط واحد 10 دقائق صافي هكايا، وطفيه وتيبقى على حسب العدس عندك واش تاي يطيب او لا. صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد نضيف المرقاز اللي غنقطعوه هكاك تيجي رائع. صافي هنايا كما تلاحظوا هنا بديت نقطع في المرقاز. يمكن لكم البنات تقطعوا اما بالسكين او بالمقص، وما تخافوش بالنسبه للسيدات او البنات اللي اول مره تيطيبوه ما تخافوش منه، لانه تيبقى كما هو يا المرقس، وتيعطي واحد اللذه واحد اللذه ما تصورش. يمكن لك ديري هكا المرقس مع العدس تيجي روعه، او يمكن لك ديري العدس وحده وديري المرقس وحده، اما ديري في المقلاة او ديري في الفرن تاعك حتى هو تيجي رائع. اذا تنقول لكم جربوه وردوا عليا في الكومنتير بحول الله ان شاء الله.
وهذه هي الغديوة نتاعي، جات روعة البنات، ما شهيتكم فيها. جربوها جربوها، بالنسبة للبنات اللي ما عمرهم ما طيبوا العدس مع المرقاز يجربوه وما يتخوفوش يردوا عليا، لانه ماشي اول مرة ولا ثاني مرة باش تديروا، لان سنين انا باش تنطيبوا هكذا. وهادو هما الخبيزات اللي ولاو مخمرات، عرفتي جاو هشاش هشاش البنات، و تنتمناكم تجربوهم. واخا كما تنقول لكم دائما المقدار ديال دقيق فروس، تاخذوا بحال جوج جبانيات، ديروا جبانيه ديال الفينو، وش قولوا شكون اللي تيدير باقه كريسات يقولها لي في كومونتير. وتنقول لكم بصحتكم وراحتكم، والسيده اللي تتوهم تسمح ليا وحقها في الجنه. هنا في العشيه البنات، هنا خرجت مع ولدي الصغير، خرجتوا هاد البارك اللي رائع، والاكثريه تيكون خاوي هكا. يوم مع اليوم كاين شويه ديال الغيام، الريح كاين، الشتا تتصب وتترجع ثاني هكايا. ها نتوما كما تشوفوا راه ولدي وحده، كاين راه كبير كبير كبير، اللي ما كاينش الناس على حسب الجو. الجو ماشي تتكون الشميشه هكا، تتكون الدنيا عامره. ها نتوما كما تشوف، هذا هو البارك اللي قريب ليا انايا. شحال هذه ماشي اليوم هكاك، ما خرجتش البارح، وكما اللي عارفين صحاب اللي ساكن في فرنسا راه اليوم ماشي اليوم، راه هذه شي سيمانه هما شاد العطله الدراري، بقى لهم السيمانه الجايه. صافي هادشي اللي كاين، غير هي كما تنقول لكم دائما، واخا تكون سيده عيانه شويه هكايا تخرج وتخرج وليداتها في ايام العطله. هانتوما ها ولدي ما يدير، راه عاد يدير يدير الفيلو شويه، ويا بخي يدير يلعب شويه بالبالون. صافي نجلس واحد السويعه تقريبا هكاك انا وياه ولا ساعتين. حنا البنات راه كنت نجيب ايمن من كان صغير، كنت نجيب هنا تيلعب هاد الشيء، زعما تتذكري ايام ايام ايام. هنايا شحال لعب تقريبا، الحمد لله. شوف شحال راه تقريبا، راه من كان صغير شي 5 6 سنين، وهانتوما كما داكشي باقي هو هو. انا شحال لعب في هادي. صافي يلا هانتوما بقاو معايا، اوكي ما كملت لكمش الهضره البنات، سمحوا لي. كما تنقول لكم واخا تكون السيده شويه عيانه ولا هذه تخرج شويه وتبدل. انا كما قلت لكم راه ما بغيتش، علاش تعطلت راه تقريبا واحد السيمانه هذه ما حطيت حتى فيديو، عيانه ما شكيت عليكم الشكوى لله سبحانه وتعالى. كنت عيانه وبالدرع نتاعي باقا الان دايره هذيك الصمته، باش ما خصنيش يديا رخاد، بنوريكم ان شاء الله تشوفوها. وهكاك قلت نخرج معاه نبدل مام انا الجو، ويبدل حتى هو الجو، ما يبقاش يحس بانه دائما في الدار واللعب لي جو لي جو لي جو لي جو, لي جو. يخرجوا شويه ويتنزهوا يبدلوا شويه الجو والنهار ديالهم، ماشي دائما دائما كما تنقولوا حنايا العرب بربعه الحيوط. صافي هادشي ما نطولش عليكم ان شاء الله، حتى تبقاو معايا تنكملوا تتمة الفيديو. شيو انتما كما قلت لكم، انا مالغري الحريق فيا الشكوى لله هكاك، وخرجت مع ولدي وباش نبدل حتى انا شويه من نبدل الافكار ونيت شم شويه ديال الهواء، ديال الهواء النقي كما تنقولوا هكا، وتشوف الخضريه وليت طايره في الدار. صافي باش ما يزيدش عليك المرض شويه، الواحد ينسى شويه واخا تتكون مريضه وعيانه، وشويه الواحد يخرج باش ما كما تنقولوا ما تبقايش دائما تفكري غير في المرض. صافي هادشي اللي كاين. برافو ايمان، يلا زيد زيد.